أهلا بكم من جديد، رجعنا نتواصل معكم مشاهدينا الكرام وبرنامج مساء الخير يا كويت، ونرحب بكم من جديد. ويسرنا أن نتواصل عبر الفيس تايم مع سعادة السفير سامي سليمان، سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية. مساء الخير سعادة السفير، وبداية نقول عظم الله أجرنا وأجرك بوفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه. مساء الخير اخ عبد الله، مساء الخير. مساك الله بالخير سعادة السفير. في البداية ودنا لو تكلمنا عن الدور الكبير للأمير الراحل في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية الفرنسية الصديقة. طبعا لا يزال العالم يستذكر بمزيد من تقدير وتأثر المكارم الرفيعة والمحامد الجليلة للراحل الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح طيب الله ثراه، كشخصية رمزية عالمية. طبعا هو قدم مساهمات كبيرة في خدمة السلام والأمن الدوليين، وأيضا تميز ببعد نظر حصيب ورؤيته الثاقبة وتقديره محكم أداء الأمور. هذه الأمور طبعا يقدرها الفرنسيين باهتمام، وينظر إلى الأمير الراحل على اعتبار أنه شريك استراتيجي وأساسي لاستقرار الأمن والسلم في المنطقة وفي العالم أجمع. فضلا عن ذلك، تميز صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله أن له أيضا تجربته وله أفكاره وله خبرته في خدمة العمل الإنساني وتنظيمه في العالم أجمع، وبالتالي وضع مبادئ أو جملة من المبادئ للنظام العالمي كيف يتعامل مع شخصيات مع أمور إنسانية، وأيضا تلبية الحاجات البشرية ومحاربة الفقر الأمنية والارتقاء بالبشرية بشكل عام. طبعا هذه الجمل بادئ تهم كل دول العالم بما فيها فرنسا. فضلا عن ذلك، اسهامات سموه رحمه الله بتعزيز وتمتين عرض صداقة وأيضا علاقات مع فرنسا كلها يذكرها الفرنسيون بشكل عام. القائمة حقيقة طويلة من جملة هذه المساهمات، لكن يتذكر الفرنسيون طبعا زيارة سموه رحمه الله لباريس عام 2006، أيضا استقباله في الكويت لرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي. فضلا عن ذلك طبعا قائمة طويلة من زيارات المتبادلة ما بين البلدين، مساهمته لدعم متحف اللوفر وايضا دعم لا محدود لمعهد العالم العربي، ايضا مساهمته في صندوق حمايه التراث المهدد بالحروب، حتى لما طبعا زار باريس 2006 ومن اليونسكو ايضا اطلق جائزه مهمه اطلق عليها اسم الراحل المغفور له باذن الله الشيخ جابر احمد، وسمت الجائزه جائزه جابر احمد للتمكين الرقمي لذوي الإعاقة. أيضا هناك طبعا تكلفة لسمو رئيس الوزراء في 2015 الشيخ جابر المبارك صباح بالمشاركة بمؤتمر مهم جدا وهو مؤتمر باريس مناخ، لما يعكس اهتمام سموه رحمه الله في هذه القضايا. لم يترك مجال محدد في حياتنا اليومية إلا وكان هناك نصيب وتركيز بسموه رحمه الله. الفرنسيون على ثقة بأن هذا الطريق النير وهذا المسيرة الخيرة التي رسمها الراحل الكبير سوف تستمر طبعا بتوجيهات وبحرص وبمتابعة من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد جابر صباح حفظه الله ورعاه، وأيضا المتابع لهذا الشأن والفترة طويلة وحديث على ذلك سمو ولي عهد الشيخ مشعل الأحمد جابر صباح حفظه الله، وخاصة هناك يعني مساعدة كبيرة جدا
وبينة واضحة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد صباح، وهو الآتي من رحم الدبلوماسية ويساعده الساهر على تنفيذ الدبلوماسية معالي وزير الخارجية الشيخ دكتور أحمد ناصر محمد صباح. نعم، إذا سعادة السفير ودنا نتكلم عن أيضا امتداد لهذا الجهد الدبلوماسي، نتحدث عن قواعد الدبلوماسية الكويتية الجديدة في عهد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. العالم سوف يستمر حقيقة في النظر إلى الكويت ليس كدولة، وإنما كدور يخدم الأمن والسلم الدوليين على المسرح الدولي. المسيرة الطويلة التي ساهم بها الراحل الكبير ولم تجد أكثر من 7 عقود في خدمة السلام والأمن الدوليين جعل الكويت مطلوبة في كثير من الصراعات والنزاعات كوسيط موثوق، وأيضا وسيط مطلع وخبير ويعرف كيف يقيم المشكلة ويعرف أيضا كيف يستطيع أن يرسم الحل. وبالتالي طبعا العالم ينتظر، ومزيد من الإعجاب اللي كان أيام الراحل الكبير أيضا سمو الأمير حفظه الله ورعاه وسمو العهد، وسوف تستمر الكويت بهذا الدور. أخي الكريم عبد الله وأختي فاطمة كلكم تابعتم المسيرة العطرة والتي كانت الكويت تتذكر باستمرار في جميع الصراعات وفي جميع النزاعات، وأيضا الجهد الضخم الذي بذلت الكويت في استضافة عدد لا محدود من المؤتمرات الدولية والمبادرات الدولية، كل ذلك في سبيل خدمة قضايا الأمن والسلام الدوليين. كل الشكر لك سعادة السفير سامي السليمان سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الفرنسية على مشاركتك معنا وعلى هذه الكلمات وعلى هذا التواصل من الجمهورية الفرنسية. مشاهدينا مستمرين معاكم في برنامج مساء الخير يا كويت، ولكن من بعد هذا الفاصل.